أهلا بحضراتكم من جديد. في المواجهة دي هنناقش مبادرات وزارة السياحة للترويج داخليا وخارجيا، كيفية تأهيل العاملين في قطاع السياحة، إزاي بتتم الاستفادة من الأحداث والفعاليات الأثرية في تنشيط السياحة، وهنتكلم كمان عن استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير وأهمية الترويج السياحي ليه. اسمحوا لي أرحب بضيفتي دكتورة سهى بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيك يا أستاذة ريهام. أهلا وسهلا، منورانا. وعايزين نبدأ بالأحداث، واحنا مش عارفة داخلين ولا دخلنا خلاص في موسم الصيف. لو تكلمينا عن المبادرات الأحدث فيما يخص هذا الموسم واللي بتطلقها وزارة السياحة. الحقيقة يمكن من فترة قريبة وزارة السياحة أطلقت مبادرة شتي في مصر. مبادرة شتي في مصر دي كان أقرب حاجة، والحقيقة كانت معمولة في الصيف لتشجيع السياحة الداخلية. حضرتك عارفة طبعا أن مهم جدا دلوقتي، وخصوصا بعد أزمة كورونا أو جائحة كورونا، أن احنا نشجع السياحة الداخلية. فكان في مبادرة شتي في مصر، والمبادرة دي استمرت لحد 31/5، وكانت معمولة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وكان في نسبة تخفيض كبيرة جدا عاملاها الحقيقة وزارة الطيران المدني لتشجيع المصريين على أنهم يزوروا كل المحافظات السياحية. الحقيقة المبادرة كانت جيدة جدا، ولقيت نجاح كبير جدا وإقبال كبير جدا من المصريين أنهم يروحوا جميع المحافظات السياحية المختلفة ويزوروا كل الأماكن فعلا اللي هم لازم يشوفوها ويتعرفوا عليها. فالحقيقة عملت رواج كبير جدا، وعملت نسبة إشغال جيدة جدا في الفنادق المصرية. كان إعداد جيد طبعا لبداية بقى موسم السياحة الدولية إن شاء الله، اللي احنا متوقعينه اللي هو يبقى ده يعني بنوع مختلف إن شاء الله الفترة الجاية، لأن حضرتك عارفة طبعا الفترة الجاية إن شاء الله ده موسم السياحة العربية، وأيضا موسم كمان للسياحة الأوروبية والسياحة الروسية احنا في انتظارها قريبا بإذن الله. فكان دي مبادرة طيبة ان احنا نبدأ نهيئ الأماكن السياحية والمزارات السياحية لاستقبال السياحة الدولية. هي الأهم حصاد فعلا المبادرة، مبادرة شتي في مصر، ممكن تقول لنا نتائجها كانت ايه؟ انتوا لمستوا ايه بعد اطلاق المبادرة؟ الحقيقة احنا لمسنا إقبال شديد جدا، يعني عكس ما كنا متخيلين ان ممكن يكون الناس في ظل الأزمة لسه متخوفين من السفر او من التحرك. بالعكس احنا لقينا إقبال شديد جدا. كمان التخفيض اللي تم فيه تذاكر الطيران عمل سهولة جدا، لأن حضرتك عارفة أن الرحلات الطويلة بالذات بتبقى تذكرة الطيران هي العائق الأساسي أو هو الجزء المكلف في الرحلة. فالحقيقة لما تم عمل تخفيض ل 50% على تذاكر الطيران، ده كان حافز كبير جدا. إلى جانب كمان أن كان في الفنادق أغلبها اشتركت في هذه المبادرة من خلال غرفة المنشآت الفندقية، وقدموا أسعار تنافسية في متناول الأسرة المصرية. فده في حد ذاته شجع أسر كتير جدا أنها تطلع وتاخد أولادها. عمل رواج في سوق المنتجات السياحية وفي البازارات وفي حركة الشراء في جميع المحافظات السياحية. فالحقيقة احنا لمسنا أعداد كبيرة جدا، يمكن الرقم الرسمي مش متاح معايا حاليا، لكن أعداد كبيرة جدا، نسبة إشغال عالية جدا في الفنادق، وده بشهادة المسؤولين والعاملين في الفنادق وفي هذه الأماكن السياحية. ممتاز. عايز أعرف الحملات فعلا اللي بتقوم بيها يعني وزارة السياحة والآثار وهذه المبادرات، إلى أي مدى يعني بتروج فعلا للسياحة، وبتحسوا انه بتشجع السياحة سواء كانت داخلية او خارجية؟ كمان الحقيقة المبادرات هي بتنقسم لشقين، في مبادرات داخلية بتبقى معنية أكتر بالسياحة الداخلية، وفي مبادرات دولية للسياحة الدولية. الحقيقة احنا شغالين على الاثنين، وزارة السياحة الحقيقة يعني شغالة في هذا الملف بشكل جدي رغم ظروف الجائحة، لكن احنا مستمرين على أساس أن السياحة إن شاء الله هترجع في وقت قريب، وبالتالي في مبادرات دولية، والمبادرات دي تمثلت في أن احنا غيرنا الأسلوب بتاع الترويج المتعارف عليه. حاليا في أساليب جديدة جدا للترويج بتعتمد أكتر على السوشيال الميديا وعلى المؤثرين وعلى المدونين المشهورين اللي هم لهم نسب كبيره جدا من الفولورز او المتابعين. وبالتالي كان في مجموعه من هؤلاء المدونين والمؤثرين زاروا مصر في الفتره اللي فاتت، والحقيقه عملوا رواج وعملوا انتعاشه كبيره جدا، لان طبعا الناس دي لما بتيجي مصر وبتتعرف على الوضع الحقيقي وبتشوف قد ايه في اجراءات جيده، وان مصر فعلا بلد امنه، وان يعني الحاله الوبائيه فيها ما فيهاش اي خطوره، إلى جانب طبعا الاستمتاع بالمناظر اللي هي موجودة فيها. الحقيقة ده بينقل رسالة إيجابية جدا لمتابعيهم، وبالتالي بيكون في نسبة بحث في محركات البحث عن مصر كبيرة جدا. احنا لاحظنا في الفترة اللي فاتت من خلال الفيلم الترويجي اللي اتعمل رحلة سائح في مصر، وده كان أحد الوسائل الدعائية اللي احنا عملناها الفترة اللي فاتت، كان في 160 مليون مشاهدة لهذا الفيلم، وده رقم كبير جدا طبعاً. الحقيقة وده يعني يمكن أثر في نسبة كبيرة جدا من الحجوزات و البحث عن مصر في محركات البحث جوجل، وده كله على فكرة بيتابع من فريق متخصص، وبالتالي بيقدر يدينا مؤشرات على يعني جودة الترويج واحنا رايحين فين وفي أي اتجاه.
أضيف لحضرتك أن الفترة الجاية إن شاء الله، ويمكن معالي وزير السياحة أشار لده في أحد أحاديثه، أن احنا تقريبا اتفقنا أو يعني مع تحالف أجنبي كندي إنجليزي هيقوم هو بالحملة الإعلامية أو الاستراتيجية الإعلامية للسياحة المصرية في الثلاث سنين القادمة. مسودة الاستراتيجية حاليا بتدرس من معالي الوزير والفريق المعاون، وإن شاء الله يبقى في قريبا جدا يعني اعتمادها في شهر 6 يمكن تقريبا، وبحيث إن احنا إن شاء الله الفترة الجاية يبقى في حملة كبيرة جدا لمدة 3 سنين موجهة إلى 12 دولة ومن ضمنهم كمان الصين، لأن الصين هتبقى من أسواق هايل. حياتك ذكرتنا، لكن ممكن تقول لنا تاني يعني يعني أهم الدول اللي هيبقى عندنا أو خريطة السائحين الفترة اللي جاية بتشير إليها، إيه أهم الدول اللي هيجي لنا منها سائحين؟ الحقيقة طبعاً وأماكنهم المفضلة كمان إذا كانت بتختلف يعني من دول أو قارات عن غيرها. الحقيقة هو طبعاً الاستراتيجية الإعلامية بتبقى مركزة في الأساس على اختيار الأسواق اللي هي بتبقى فيه دراسات طبعاً لطبيعة السائحين، عوامل الجذب اللي بتأثر عليهم، اتجاهاتهم إيه، ميولهم إيه. فالحقيقة الحاجات دي بتبقى كلها مدروسة وبناء عليه بتبقى فيه خطة موضوعة. من الواضح أن الخطة الجديدة هتستوعب عدد كبير جداً من الأسواق السياحية وليس التركيز على أسواق بعينها. فالحقيقة طبعاً إحنا منفتحين جداً على طبعاً غرب أوروبا كالعادة، لكن في كمان السوق شرق أوروبا دخل في المنظومة وهو سوق واعد جدا إلى جانب الدول العربية، لأنها بتمثل 20% من تقريبا حصيلة الوافدين إلى مصر، وده سوق لا يستهان به. وطبعا الصين، لأن الصين بتعتبر بوتنشال كبير جدا، فيمكن هي دي الخريطة الكبيرة. مصر الحقيقة بتنوع في الأسواق الجاذبة وليس في اتجاه واحد، وإحنا منفتحين على العالم كله وعندنا ما يجذب جميع الفئات وجميع الجنسيات. هل ممكن نقول إن في أماكن أو وجهات سياحية مفضلة مثلا للي جايين من آسيا، للي جايين من أوروبا، للي جايين من دول معينة أو محددة في أوروبا؟ طبعا هو حضرتك، طبعا احنا السوق المصري او يعني المقصد المصري عنده عوامل جذب متعدده، لكن احنا عندنا ميزه تنافسيه اساسيه اللي هي السياحه الثقافيه، اللي هي ليس لنا منافس فيها حقيقي. ويمكن السياحه الثقافيه بتجذب فعلا السوق الاسيوي اكتر، لان هم بيبقوا مهتمين قوي بالتعرف على الاثار والحضاره اكتر من دول اخرى، بعض الدول الاوروبيه، لكن الدول شرق اوروبيه بتبقى مهتميه اكتر بالسياحه الترفيهيه والشاطئيه. لكن ده ما يمنعش ان السياسه الترويجيه الجديده خلت ان يبقى في دمج، وخصوصا بعد دمج وزارتين، وزاره السياحه والاثار، يبقى في منظومه متكامله لدمج السياحه الترفيهيه مع السياحه الثقافيه. وده بيظهر فين؟ في اسواق جديده كمان هنركز عليها الفتره اللي جايه. الاسواق الجديده احنا عندنا طبعا بيلاروسيا، وعندنا اوكرانيا، السوق الاوكراني، السوق البيلاروسي، يعني دول اسواق فعلا جداد. والسوق الصربي الحقيقه دول برضو فيهم بوتنشال عالي جدا، وبدا فعلا التوجه ليهم بحيث ان يبقى فيهم يعني مردود سياحي مختلف. بتستعينوا ازاي بمواقع التواصل الاجتماعي؟ وحتى كنت بتذكري من شويه الانفلونسرز، وفي نجوم عالميين طبعا جم مصر وليهم عدد متابعين كبير جدا، بتستفيدوا ازاي من مواقع التواصل الاجتماعي؟ الحقيقه وسائل التواصل الاجتماعي بقت هي الوسيله الاساسيه في الترويج حاليا. يمكن يعني حضرتك الناس اغلبها دلوقتي ماسكه الموبايل في ايدها بتتفرج وبتتابع وهي قاعده في مكانها، بالتالي كل ما كان نسبه المشاهده في مصر او متواجده اكتر على الساحه، الحقيقه كل ده ما بيخلي الناس اكتر بتبقى مهتمه انها تشوفها. في الفتره اللي كان فيها، يمكن سؤال حضرتك مرتبط اكتر بالفتره اللي كان فيها يمكن فتره حظر وكنا السياحه متوقفه يمكن تماما، حقيقة وسائل التواصل الاجتماعي عملت نقلة كبيرة جدا في أنها عرضت هقول الأماكن السياحية والأثرية المختلفة بطريقة الـ 3D أو الواقع الافتراضي اللي الناس كلها كانت منبهرة بيها، وده كان جزء من السياسة الترويجية أن الناس في وقت الأزمة ما بتخرجش. إحنا عرضنا لهم الحاجات دي لحد عندهم، وخلت فيه نوع من الشغف ان هم فعلا عايزين يجوا يشوفوا الحاجات دي على الحقيقه اللي هم شافوها وهم قاعدين في بيوتهم. فدي وسائل التواصل الاجتماعي عملت ايه؟ ان احنا كل ده كان موجود على الموقع الرسمي للوزاره، على السوشيال ميديا، على الانستجرام، على التويتر، على كل الوسائل دي، وبالتالي كانت متاحه للجميع، وكان الناس كلها مصر حاضره في الاذهان وبتشوفها، وبالتالي عمل نوع من الحراك والزخم ان مصر موجوده والناس عايزه تشوفها حتى واذا كان في فتره غلق وحظر. ممتاز. اسمح لنا يعني قبل ما نكمل بس حوار مع حضرتك دكتور سهى بهجت، احنا عندنا يعني حدث ضخم بينتظره العالم كله هو افتتاح المتحف المصري الكبير. خلينا نشوف هذا العرض اللي بيتناول بعض الاستعدادات لهذا الحدث ونرجع نكمل حوارنا. مش العالم ده كلنا مستنيين، وسواء هنا في مصر في العالم كله. خلينا نشوف العرض.
هنرجع مرة تانية دكتورة سهى بهجت، زي ما كنت بقول وإحنا بنقدم العرض، العالم كله وكل واحد فينا الحقيقة كمان هنا جوه مصر منتظرين بشدة هذا الحدث العظيم. هل في أي موعد حتى الآن؟ طبعا عارفين المتغيرات بتحصل كل شوية خصوصا مع الظروف العالمية وكورونا، لكن هل إحنا حاطين موعد مبدئي لافتتاح المتحف؟ يعني الحقيقه هو كان مخطط ان شاء الله يبقى بنهايه هذا العام، لكن زي ما حضرتك اشرتي او يعني في التقرير، المتحف ده حدث عالمي وليس حدث محلي طبعا. فبالتالي هو مرتبط اكتر بالاحداث العالميه وطبيعه التحرك اللي ممكن هتسمح بيها الدول، لان حضرتك حدث بهذا الحجم، في ضيوف على اعلى مستوى بالظبط، وهيبقى فيه كمان يعني على عده ايام وليس احتفاليه على يوم واحد، وبالتالي هتبقى فيه مستويات مختلفه من الحضور على كل المستويات. فالحقيقه طبعا ده مرتبط بالحركة، حركة السفر والسماح نفسها، الدول دي حركة السفر بالنسبة لها هتبقى عاملة ازاي. عشان كده تحديد موعد محدد يعني حتى الآن لم يتم، احنا في انتظار ان يبقى الأمور مستقرة والدول تبقى عندها سهولة في الحركة وفتح رسمي، وبناء عليه يتم اتخاذ يعني الموعد. لكن بضمن يعني الناس كلها ان فعلا المتحف على أتم استعداد وأغلب الأعمال فيه تقريبا انتهت، وكلها يعني لبسات بسيطة، يمكن حضرتكم في التقرير عرضتوا أغلب الحاجات، وده عنصر تشويقي جيد جدا، يا ريت نستمر فيه إن شاء الله لحد يوم الافتتاح، لأن أعتقد إن شاء الله أنه هو هيبقى على مستوى يعني يبهر الجميع بإذن الله، وعلى قد التعب والمجهود اللي هو بذل فيه إن شاء الله. إزاي هتختلف المعروضات بقى؟ يعني ناخد شوية نبذة كده، عارفة الحماس الواحد بقى عايز يعرف أي معلومات ممكن يعرفها عن المتحف، مثلا المعروضات في المتحف الكبير إزاي هتختلف عن باقي المتاحف المصرية؟ هو طبعا أسلوب العرض المتحفي في المتحف الكبير يختلف، لأن في حاجة اسمها سيناريو العرض المتحفي، السيناريو ده طبعا محطوط بشكل مختلف تماما عن المتاحف الأخرى، يعني ضخامة المتحف وكبره ووجوده والتصميم الهندسي للمتحف بوجود يعني الواجهات الزجاجيه اللي بتطل على الاهرام من كل ناحيه، الدرج العظيم، الحاجات دي كلها اسلوب مختلف جدا وحديث في اسلوب العرض المتحفي. فالسيناريو نفسه مختلف، احنا طبعا مش هنقدر نحرق لازم الناس تيجي تشوف بنفسها، لكن اقدر اقول لحضرتك ان هو احدث التقنيات العالميه مستخدمه في هذا المتحف، احدث ما وصل اليه العلم في الترميم والعرض والسيناريو العرض مستخدم في هذا المتحف. الحقيقه يعني يعني الدوله الحقيقه والقياده السياسيه دعمت الحقيقه هذا المشروع بشكل يعني بحيث انه يبقى فعلا ضره المتاحف العالميه، ويعني يكفي ان هو متحف لحضاره واحده، يمكن ده اللي بنمتاز بيه ودايما احنا بنكررها. الناس بتسال هي ليه المتحف ده اكبر من متحف اللوفر، اتحف من، لا هو مش مساله اكبر، هو المتحف الوحيد على مستوى العالم بهذا الحجم اللي يضم حضارة واحدة هي الحضارة المصرية. متاحف العالم كلها على كبرها حضرتك بتروحي تلاقي كذا حضارة مختلفة، لكن هذا المتحف يتميز بأنه حضارة واحدة، حضارة المصريين، فده طبعا حاجة لا تكرر وليس لها مثيل في أي حتة. أكيد. قولي لي يعني افتتاح المتحف الكبير إزاي هيحدث نقلة نوعية في شكل وجذب السياحة في مصر؟ يمكن حضرتك نقدر نرجع كده بالذاكره حاجه بسيطه، المومياوات الملكيه عملت ايه، وممكن نعمل فلاش باك على تاثير ده على العالم كله بالظبط. فلو حضرتك تخيلتي كده النقله النوعيه اللي عملها والنقله الترويجيه اللي عملها، يعني دي كانت عباره عن حمله ترويجيه الحقيقه كنا هندفع فيها مئات الملايين من الجنيهات عشان ناخذ المردود اللي هو حصل فعلا، لكن الحقيقه اللي حصل ده عمل نوع من الوهج للمقصد السياحي المصري، يعني مصر بقت موجودة وحاضرة في الأذهان 24 ساعة، الناس كلها حتى الآن بتسأل، ويمكن الاستفسار يعني المستمر عن المتحف المصري الكبير جاي من أن الناس شافت ده، فهم مش متخيلين طب إيه اللي هيحصل إذا كان ده حصل في نقل المومياوات وافتتاح متحف القومي للحضارة، طب ما بالك بالمتحف المصري الكبير. فإن شاء الله يعني الحدث ده يعني إن شاء الله يبقى برضو مش هقول بقى أحسن، لكن على بنفس المستوى بقدر من الاهتمام والشغف اللي عمله لجموع العالم، مش هقول الشعب المصري فقط. فنتوقع بإذن الله حدث مهيب مشرف يليق بقى بعظمة أجدادنا زي ما احنا متعودين يعني. إن شاء الله، وإحنا في انتظار يعني هذا الحدث المهم اللي فعلا يعني العالم كله بينتظره بإذن الله، وإن شاء الله هيطلع. إحنا شفنا بروفا في المومياوات قد إيه كان حدث مبهر وعظيم ومشرف لكل مصر الحقيقة وبيتفرج، كنا كلنا فخر الحقيقة. فأنا متأكدة أن المتحف الكبير كمان هيبقى يعني نفس المستوى أفضل كمان إن شاء الله. عايزة أروح لمحور مهم وهو تأهيل العاملين في قطاع السياحة يا دكتورة سهى. إزاي بيتم تأهيل العاملين في قطاع السياحة خصوصاً أن هم بيعتبروا سفراء لبلدهم، هم اللي بيستقبلوا بيتعاملوا بشكل مباشر مع السائح والضيف اللي جاي لمصر؟ خليني أقول لحضرتك أن ملف تأهيل العاملين ده يعني الوزارة بتوليه أهمية كبرى الحقيقة، يعني
العاملين في قطاع السياحة والأثار هم أساس هذه المنظومة، لأن احنا بنتكلم على منظومة خدمية. المنظومة الخدمية بيبقى أساسها العنصر البشري، ورفع كفاءة العنصر البشري أحد أهداف استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة، وبالتالي التركيز عليهم الحقيقة مهم جدا، وفي خطة واستراتيجية موضوعة لرفع كفاءة العنصر البشري في القطاع، وبيتم تنفيذها الحقيقة بقالها سنتين ومستمرة. بتنقسم لشقين، شق يخص القطاع السياحي بمعناه الخدمي اللي هو الفندقي والشركات السياحية والخدمات السياحية بشكلها التقليدي اللي احنا متعارف عليه، وده بيتم بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف المختلفة. وجزء آخر معني بالقطاع الأثري بعد طبعا دمج الوزارتين والمتعاملين مع السائح في المواقع الأثرية والمتاحف. الحقيقة منذ فترة تم إطلاق، يمكن سنة تقريبا تم إطلاق برنامج تحت مسمى سفراء السياحة، والحقيقة كلمة سفراء السياحة دي جت من زي ما حضرتك أشرتي، إن فعلا كل واحد بيشتغل في هذا المجال هو سفير لبلده. أيا كان الوظيفة اللي هو بيعملها، طالما تعامل مع أجنبي هو سفير بينقل صورة بلده في تصرفاته. وبناء عليه تم وضع برنامج محكم لكيفية إعداد المتعاملين مع السائح في الصفوف الأولى في جميع المواقع الأثرية والمتاحف. والحقيقة البرنامج ده بيتم حتى الآن، وبيتم في جميع المواقع الأثرية والمتاحف، ولاقي الحمد لله نجاح واستجابة جيدة. الأحسن بقى من كده وأحب أقول لحضرتك عليه، إن إحنا كمان عملنا أسلوب لمتابعة وقياس كفاءة هذا التدريب. عملنا سيستم اسمه المصري شوبر أو الزائر الخفي، بحيث إن حضرتك بيمر ناس تبص على كفاءة الأداء وبتكتب تقارير بتبعتها لنا في الوزارة، بنتابع فيها فعلا هل هم نفذوا ما جاء بالتدريب صح ولا لا، هل قاموا فعلا بتقديم الخدمة الصحيحة كما هو متبع ولا لا. في تقارير بتوصل، وبنحصل ايه بعد كده، بنحسن بقى من الأداء، بنشوف فين نقاط الضعف، فين التحديات اللي بتقابلنا، وبنشتغل عليها وبنبدأ نحسن ونجود. هي في نقلة كبيرة جدا، ويمكن حضرتك أنا شهادتي مجروحة، لكن تقدري تسألي من أي حد حضرتك تروحي أي موقع من المواقع اللي تم فعلا تأهيلها، وتشوفي التعامل، وتشوفي إزاي ردود الأفعال مع الزائرين، وده في حد ذاته ملموس حقيقي وباين في الفترة. كويس. خطوة مهمة هي تطعيم العاملين كمان بقطاع السياحة يعني ضد فيروس كورونا، كلمينا عن الخطوة دي وأهميتها إيه، ولأي مدى دي يعني بتدي ثقة للسائح اللي جاي لمصر كمان لما بيعرف إنه العاملين تم تلقيحهم؟ الحقيقة كان قرار تطعيم العاملين في قطاع السياحة الحقيقة قرار صائب جدا، لأن طبعا هم أهم ناس بيتعاملوا أو في الخطوط الأولى في التعامل مع السائح. الحقيقة ده كان في المقام الأول الحفاظ عليهم هم قبل ما يكون حفاظ على السائحين اللي جايين. وبالتالي فكرة تطعيم العاملين، وإحنا حاليا انتهينا من تطعيم جميع العاملين في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وحاليا بيتم تطعيم باقي يعني سكان المحافظه، مش بس المتعاملين مع السائح لكن بقيه الناس كلها في المحافظه، بحيث انهم يبقوا المحافظتين امنتين تماما. وبعد كده تدريجيا في بقيه المحافظات السياحيه ان شاء الله شغالين عليها، وهيبقى في حتى في القاهره في كل المحافظات، بحيث ان يبقى كل العاملين في القطاع السياحي مطعمين ومحصنين ضد الفيروس. وبالتالي دي هتدي رساله طمانينه لكل الوافدين الى مصر، ان الحمد لله الجميع هنا مطعم، وهم كمان يبقوا مطمئنين على نفسهم، واللي بيعمل في هذا المجال يبقى امن، وده يعني في حد ذاته صوره ايجابيه جدا يعني. وانا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شرفتينا ونورتينا، وبالتوفيق دايما دكتور سهى بهجت. شكرا جزيلا لحضرتك. كانت معنا دكتور سهى بهجت مستشار وزير السياحه والاثار والمتحدث الرسمي باسم الوزاره. هقول لكم تصبحوا على خير، اشوفكم السبت اللي جاي، وبكره باذن الله تكون معاكم زميلتي لمى جبريل. استنوها.